مثال يقول لو قال شخص علي اليمين لزوجته مثلا، لو قال علي اليمين لا تذهبي إلى بيت فلانة ولكنها ذهبت، هل هذا الحلف يعتبر يمين طلاق أم يمين عادية وما هي كفارته؟ جزاكم الله خيرا. قوله علي اليمين لا يكون يمينا إلا إذا نوى به الطلاق، فإنه يكون من الكنايات، يكون من الكنايات، إذا نوى به الطلاق يكون طلاق. أما اليمين بالله فلا يكون إلا بأحد الحروف ثلاثة، الواو أو الباء أو التاء. أما قوله أنا حلفت أو أنا حالف أو حلفت عليك، هذا كله لا ينافي اليمين. نعم.